اوكي ان شاء الله كنت مرتاحه. الله يديك العافيه دكتور، يدك خفيفه. الله يعافيك. اوكي انا حكتب لك الحين لو كان في الم. اوكي حتاخذ بروفين 4 مرات في اليوم، هذا لو كان في الم. بس هذا بس، لا يعني لا يزيد عن 4 مرات. اوكي طيب. طيب دكتور انا حامل، انا في الشهر التاسع الحين. لا لا هو مسكن عادي طبيعي يعني، ما يسمى له اي اعراض جانبيه. طيب اوكي. كيف؟ يلا يلا البس عباية، يلا يلا يلا. خليك في السيارة دحين بروح اجيب كرسي. يا سيد الزهراء. الحمد لله قدرنا نولد زوجتك، بس واجهتنا مشكلة صغيرة. ايش المشكلة؟ اضطرينا نولدها قيصري. قيصري؟ قيصري. هي اخذت ادوية من مدة قريبة. الأدوية والله هي راحت عند دكتور أسنان فترة، وداها دواء اسمه بروفين. برضه توقعت مشكلة أطباء الأسنان في بعض الأحيان بيعطوا أدوية شكلها ما هم دارسين عنها قبل كده. هذا البروفين المفروض ما يعطى للحوامل، خاصة لو كانت في الشهر التاسع. هذا البروفين بيمنع انقباض الرحم، فالمرأة ما عندها طلق، زوجتك ما عندها طلق، اضطرينا نولدها قيصري. لازم تروح تشوف طبيب الاسنان ثاني مره. واسف على اخبارك ما لا شكرا. عفوا. عندنا كلاس، هم كل شيء. يلا تاخرنا ترى. امي روح. طيب راحتك.